بكم أول فيديو في قناتي راح يكون على لطخت وفيك. ها هما مكونات هاد لطخت. أولا لباط سكري، أول طبقة هي لا بات سكري. لا بات سكري سي اون بات سابلي. لا ديفيرونس بيناتهم سي كو لا بات سكري فيها بودرة اللوز. دونك نرفدو لو سالاديي، نحطو لو بوغ ا تمبيراتور امبيونت، تما غامولي يكون بحرارة الغرفة، نزيدو له سكر غلاس فوالا، نخدموه بلو فوي مليح حتى يولي شغل اون بوماد، ومن بعد نزيدو له بيضة. البيضه هذه لازم تكون مويان، مازمش تكون كبيره، سينو لا بات اللي نتحصلوا عليها تكون جاريه شويه. ومن بعد دركا نزيدو النواشف اللي هما لي بودغ، دونك لا بودغ داموند تكون لي زاموند، هادوما اللوز نكون حمصتو شويه رحيتو مليح. ومن بعد نزيد له لا فارين ولا الفارينه مغربله باش نهويوها وباش كاش ما يكون فيها. فوالا دركا نخدمها غير بلا ماغيز، ما نستعملش كاع يديا. ما نساوش نزيدو لها قرصه ملح ونلموها بهذه الطريقه. نحطوها في المانيمونتير من مده تاع 30 دقيقة حتى لساعتين، المهم تبرد مليح. الطبقة الثانية هي لا كريم ونوا، وهما مكوناتها. باش نديرو لا كريم ونوا، ناخدو الجوز ما هما لي نوا، نحمصوهم شوية ماشي بزاف، نحمهم برك ليميديتي، ونرحوهم خشين شويه. نزيدو لهم السكر، السكر هدايا سكر بغان ولا سكر نورمال، ومن بعد نزيدو له الزبده. الزبده هكذا غامولي نخدموها مليح، ومن بعد تشوفوا نزيدو لها حبه بيض. الفايده تاع لا كريم اون نوا هي دابور لو غو، تعطي ان غو تري بون، وثانيا الفايده تاعها دير ايتانشيتي لاباط باش لاباط تاعنا ما تتشمخش، خاطر فوقها راح نزيدو لا كريم باتيسير. ولا كريم اون نوا هادي نطيبوها او ميم طون كلا بات سكري. هاني زدت لها الحبه بيض، ونحطها اون لا ريزيرف حتى ندير المونتاج. الطبقه الثالثه هي لا كريم باتيسير وفيك، وهو مكوناتها. الوغ لا كريم باتيسير او فيك ولا بالكرموس، نرفدو كاسرونه نحط فيها الكرموس تاعي نكون غسلته مسحته ورحيته، ونزيدلو الحليب، نحركو مليح ونحطو فوق النار حتى يسخن مليح ماشي حتى يغلي. ناخدو دان اوت كوتي، ناخدو سالاديي نديرو فيه لي جون دوف تاعنا، خاطرش لي كريم باتيسير بالجون دوف، خاطر كون نديرو لوف كومبلي لا كريم باتيسير تاعنا ما تشدش بزاف. نزيدو لها لو سكر بغان ولا السكر نورمال، وزيدو له لا مايزينا ولا الفارينه كيما تحبو، ونحركو مليح هذا لو ميلونج،
اونطخ طون هذاك الفيج مع الحليب راهم يسخنوا، ومن بعد نرفدهم، نرفد صفايا باش نصفي هاد نصفي هذاك لو ميلانج اللي خلطته يسخن باش نصفيه من القشور تاع تاع الكرموس، ونحرك ونعاود نرد. كي نكمل كلشي نعاود نرد كاع واش كاين في الصراديه، نردو في الكسرونه ونحطو فوق النار حتى يعقد كيما راكو تشوفوا. هاي عقدت لي لا كريم باتيسير تاعي، دوك نزيد لها لو بار بيان سور ونخليها تبرد شويه، ومن بعد لا فيلم او كونتاكت، يعني نديرو فيلم الومونتير سور لا كريم باتيسير ديريكت ونحطو في الفريجيدير حتى يبرد مليح الخليط. دوكا نديرو لو مونطاج تاع لا طارت تاعنا. نبداو بالطبقه الاولى هي لا بات سوكري. نحطو لا بات تاعنا انتر دو بابي كويسون ولا دو فيلم اليمونتير. هنا الخدمه تجينا سهله. نحطوها سوغ ان سيركل اطارت خير من امول، باسكو لو ديمولاج من بعد يجينا ساهل كي طيب لا طارت. نسقدوها بيان، نحو لي بور بروبرمون افيك لو رولو. هنا لو مول تاعي يدير 23 سنتيمتر. لا طاق المقادير اللي عطيت لكم تاع لا لا بات سوكري يليقوا 26 سنتيمتر. دونك انايا جي او اون طارت افيك مينيارديز و اون طارت مويان طارتليت مويان. نحطها سوغ اون بلاك اباتيسري اللي تروح بلاك كي تروح الفوق، نحط فوقها لا كريم نوا ونطيبها على درجه 180 درجه من 25 الى 30 دقيقه. هاي لا طارت تاعنا ابري لا سورتير دو فور و ابري ما بردت، ما نحركوهاش قبل ما تبرد مليح مليح. اون لا غارني دو كريم باتيسير او فيغ افيك حطيتها في لابوشادوي. ملاحظه هاد لا كونتيتي اللي درت فيها لا فيديو درت بور دو طارت، بصح انا عطيت لكم لي كونتيتي تاع اون سول طارت، دونك تبعوا لي كونتيتي اللي مديت لكم. فوالا دركا انايا لا ديكوراسيون درت اون ديكوراسيون اون اوتور، دونك قطعت لا فيغ اللي اختاريت دابور لي فيغ كي شادين روحهم مليح. درت لهم ان بو جولي سا دون ان اسبي بريون اي بي سا كونسيرف ميو هذاك لي فيغ يشدو بلو لونطون. تقدروا تقطعوا لي فيغ اون لارجور وديروا اون ديكوراسيون افيك دي سيركل، ما تجيكمش اون ديكوراسيون اون اوتور بصح تجي دي سي فو فولي اون لارجور. ونخليكم مع لا ديكوراسيون. هاو لو ريزولتات اللي تحصلنا عليه، اون اكسلون طارت تستحق الواحد يجربها. تبدل شويه على لا طارت اللي مالفين نديروها تاع لي فيغ اللي تجيب لا كومبوتي دو فيغ. اذا استعملتو لي فيغ هذوك الخضوره ديروا اون كريم اوزاموند. فوالا اخترت هاد لا طارت باش تكون اول فيديو للقناه تاعي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، والى اللقاء ان شاء الله مرة جاية. سلام.